مرحبا بحضراتكم مرة تانية. وصلنا معاكم الفقرة الأخيرة في حلقة النهاردة. سريعا كده نشوف آخر أخبار الدنيا من الجرايد. نبتدي معاكم من جريدة المصري اليوم. الخبر الأول بيتكلم عن زيارة الرئيس و تنفيذ اتفاقية باريس. الخبر بيقول أفريقيا الأكثر تضررا من تغيير المناخ. ترامب صفقة القرن جاهزة خلال 4 أشهر. أحلم بتحقيق السلام انتهاء ولايتي الأولى. خلونا كده مع حضراتكم نشوف تفاصيل الخبر. الخبر بيقول شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار رفيع المستوى للسكرتير العام للأمم المتحدة أمس حول تنفيذ اتفاق باريس لتغيير المناخ والطريق إلى مؤتمر الدول اتفاق الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وعرض السيسي في كلمته وضع القارة الإفريقية وأنها تعد أقل القارات مسؤولية عن تفاقم ظاهرة تغير المناخ، ومع ذلك فإنها الأكثر تضررا من أثرها وتدفع الثمن الأعلى جراء احتياجها كيف مع تلك الآثار والتي نراها ونعيشها الآن، سواء فيما يتعلق بموجات الجفاف والتصحر والتي يعد انحسار بحيرة تشاد مثالا واضحا عليها، أو ارتفاع مستوى سطح البحر الذي نراه في دلتا أنهارنا الأفريقية بما فيها نهر النيل، أو تأثر قطاعات رئيسية وأنشطة سكانية محورية من اقتصادنا بالسلب. زي ما حضراتكم سمعتوا كده في الخبر، وكلمة الرئيس كانت الحقيقة في منتهى الأهمية، وكان في انصات جيد جدا لكلمة الرئيس وفكرة تغير المناخ، وللعالم كله بيهدد بالمشكلة دي. والحقيقة كان مهم جدا توضيح الرئيس أنه القارة الأفريقية على الرغم من أنها من أكثر القارات اللي هتكون متضررة من الأزمة دي، لكن هي أقل القارات كمان اللي بتشارك في صنع الأزمة. خلينا نروح لخبر تاني، خبر من جريدة الأخبار. بيقول لقاءات قمة لجذب الاستثمارات الكورية والإيطالية والبرتغالية والسويسرية. السيسي العالم يحتاج التدخل السريع لمواجهة تحديات تغير المناخ، تعزيز التعاون مع بيوم لنقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، واهتمام دولي ومحلي بكلمة السيسي أمام الأمم المتحدة. زي ما كنت بقول لحضراتكم في الخبر الأول، فكرة كلمة الرئيس عن تحديات المناخ كان ليها صدى كبير جدا واهتمام عالمي بكلمة الرئيس، اهتمام دولي ومحلي. الخبر برضو من تفاصيله كان بيقول أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا مؤخرا. وطبعا برضو حضراتكم بتتابعوا العلاقات المصرية الإيطالية على الرغم من حالة التذبذب اللي حصلت في العلاقات دي بعد فترة طويلة ومقتل ريجيني، لكن مع الوقت نجحت القيادة السياسية في عودة العلاقات المصرية الإيطالية بشكل طيب جدا واستعادت الاستثمارات بين الدولتين. النتائج الإيجابية للزيارات الإيطالية رفيعة المستوى للقاهرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع إيطاليا خاصة في ظل ما يربط البلدين والشعبين من علاقات تاريخية ممتدة. وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإيطالي على هامش مشاركة الرئيس في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. خلينا نقول برضو آخر تصريح في الخبر، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بلقاء رئيس الوزراء الإيطالي موجها له التهنئة بمناسبة تولي مهام منصبه، وهذا اللقاء الأول بين الجانبين منذ تولي رئيس الوزراء منصبه في مايو من العام الجاري. العلاقات المصرية الإيطالية مهمة جدا، وشفنا من خلال اللقاء ده الحقيقة استعادت وضع مصر ومكانتها في العلاقات المصرية المحلية والعالمية. نروح لخبر من جريدة الجمهورية. مدبولي يتفقد مشروعات سوهاج ويتحاور مع الطلاب تلاميذ المدارس. الخبر ده من جريدة الجمهورية، وطبعا يعني زي ما برضو احنا شفنا بداية العام الدراسي، انا بتمنى الحقيقة يعني يكون في اهتمام زي ما شفنا في أوائل الأيام في العام الدراسي، كان في اهتمام بمتابعة الطلاب وبحال المدارس، وب يعني عايزة أقول اليوم الدراسي أنه ماشي بشكل كويس وما فيش أي مشاكل في المدارس. فكرة المتابعة في أول الأيام
الموضوع ده لو مستمر على مدار العام الدراسي مشاكل كتير من مشاكل الدراسة والمدارس والتلاميذ مش هنشوفها، لكن احنا الموضوع بيبقى فيه شدة كده في أول كام يوم وبعدين بنلاقي تراخي حصل مرة تانية، لكن احنا محتاجين نتابع ونشوف، محتاجين نشوف مشاكل المدارس بشكل جيد وبشكل صحيح وبشكل حقيقي. يعني بلاش نقول انه مشاكلنا كلها كانت في التابلت اللي لازم يكون مع الولاد، مشاكلنا كلها بان احنا استعدينا وعملنا وجبنا ديسكات جديدة، في مشاكل أكبر من كده داخل المدارس، انتظام العملية التعليمية، متابعة المدرسين وطريقة شرحهم للولاد. أستاذ حسين متولي الكاتب الصحفي، صباح الخير يا فندم. أستاذ حسين، صباح الخير أستاذ حسين. أهلا بحضرتك معانا. أنا عايز أخد تعليق حضرتك على يعني فكرة الانتظام العملية التعليمية، ويعني عايز أقول المتابعة مش بس من رئيس الوزراء وزير التعليم اللي المفروض أنه يحصل ويتابع في الأيام اللي جاية دي عشان ما تحصلش المشاكل اللي احنا بنشوفها وبنعاني منها كل سنة. هو الحقيقة أنه مشاكل التعليم في مصر مرتبطة في الأساس بعدم ثبات النظام التعليمي عموما، وهو ان الاهالي ما بيبقوش عارفين ايه اللي ممكن يحصل السنه الجايه مع ابنائهم، هم مستقبلهم رايح فين وفين. يعني دي نقطه. لكن على مستوى الاداره الحقيقه، الاداره في مصر على مستوى القاعدي فيها الصوت فيه مشكلة يا أستاذ حسين. أستاذ حسين، طيب احنا فقدنا اتصالنا بيه، يعني اذا الوقت اسعفنا نحاول ان احنا نكلمه مره تانية. نروح لخبر اخر من جريده الاهرام. الخبر بيقول 144 مليار دولار انفاق العالم على تامين المعلومات. الخبر تفاصيله برضو خلينا نقراها مع حضراتكم. بيقول اكد المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئاسه مجلس الوزراء ان حجم انفاق العالم على تامين المعلومات وصل الى نحو 144 مليار دولار. وقال خلال ندوة الإتاحة المعلوماتية للصحفيين وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين أن إصدار مصر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يفتح أفاقا كبيرة لتعزيز تدفق الاستثمارات لمصر، لأنه يأتي ضمن منظومة متكاملة من التشريعات التي تكفل حماية البيانات. وتوقع أن تتم مناقشة حماية البيانات الشخصية أمام البرلمان خلال دورته المقبلة. الحقيقة الخبر فيه يعني تفاصيل كتير، لكن فكرة حماية المعلومات لو بنتكلم فيه على مستوى الاستثمارات، لو على مستوى التأمين بشكل كبير، ده كان مهم جدا يكون في قانون ينظم ده. يمكن بعض الناس اعترضت وحست بأنه ده اقتحام للخصوصية لما قلنا أنه على مستوى السوشيال ميديا والفيسبوك هيكون في تأمين للمعلومات، لا ده هيكون في يعني الناس في مراقبة لده، فإزاي نعمل كده؟ لكن الحقيقة الأمن الدولة والأمن الاستثمارات والأمن القومي لازم يكون في قانون يحكم العملية دي ويقنن من جرائم الإنترنت. نروح لخبر من جريدة الوطن. الخبر بيقول ثلاثي النهضة يفشل في حسم سيناريو ملء خزان السد. وزير الري هناك خلافات، ولكن استمرار المناقشات يعكس إصرارنا على التوصل إلى اتفاقات تحقق طموحات الدول الثلاث وتحافظ الدول الثلاث وتحافظ على حقوق مصر المائية. مشكلة سد النهضة ومشكلة الحقيقة يعني إنها قائمة في كل مرة بتحصل فيها مفاوضات ثلاثية، مفاوضات بين الدول الثلاث، بنقول ان احنا اقتربنا من الوصول الى الحل، وكان في طمأنة من الجانب الاثيوبي في الفترة القادمة وان احنا مش هنجور على حق مصر في مياه النيل. لكن يعني من تفاصيل الخبر ده انه في مشاكل في ملء خزان السد. الخبر فيه تفاصيل كتير الحقيقة كان نفسي أقراها مع حضراتكم، لكن يعني الخبر موجود في جريدة الوطن للي حابب أنه يتابع باقي الأخبار. وقتنا انتهى، وبشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقة النهاردة من صباح النور. إن شاء الله نتقابل معاكم في يوم جديد، صباح جديد، فريق عمل جديد. إلى اللقاء.